ليس بعد من المجد الاب والابن الروح القدس الان كل اوان دهر الدهور امين. انا معايا كلمتين صغيرين مش يمكن ما يكملوش 10 دقايق، بس عايزين يعني ناخد بالنا منهم قوي. احنا يوم الحد اللي جاي المخلع زي ما انتم عارفين 38 سنة دي واحد مريض بقاله 38 سنة وربنا عدى عليه وشفاه. ايه معناها بالنسبة لنا دي؟ ايه معناها؟ واخدين تدريب صمت؟ ايه معناها؟ ها؟ تترك انطباع ايه؟ قول اي فكرة عندك قولها. نعم؟ اي كويس، كملي كويس صح. مفيش يأس، مفيش يأس. كتير ما الشيطان بيحاربنا باليأس وده أفظع حاجة. تعرف الخطية مش مشكلة، لكن المشكلة إن الإنسان ييأس، لأن اليأس معلوش حل. اللي بيأس ده يعمل إيه يعني؟ مش هيعمل حاجة، هيروح يموت نفسه أو يسيب الخطية لغاية ما يموت. فهنا في المعجزة ديت ربنا بيدينا، والكنيسة على فكرة مشيانة في كل الأحاد عمالة تتك على الحتة ديت. يعني الابن الضال أبو أبله، السامرية المسيح خلصها، الأدي المخلع المسيح ما سابوش وعدى عليه المولد، وهكذا الكنيسة عمالة تقول لنا يا جماعة ما فيش يأس، لأن اليائس إنسان اتدمرت حياته، وده اللي الشيطان بيحاربنا بيه دايما. الشيطان يحاربنا إزاي؟ ممكن في الأول يسهل الخطية قوي ويشجعني عليها ويقول لك ما كل الناس كده، ما الدنيا ايه، وانت عام وانت شاب وانت مش عارف ايه، ويقعد ايه يسهل الخطيه قوي. واقول بعد لما اعرف الخطيه يقول لي انت مالكش، ده انت ضيعت نفسك، ده خطيتك اعظم، انت وطفر، ده انت مش عارف ايه، ويقعد بقى ايه يلعب على حته الايه الياس 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 لغايه ما الانسان يصاب باحباط. فخلي بالك من ألعاب الشيطان. يعني إنسان يقعد الشيطان يحب لغاية ما يقع في الخطية، يقول له تاني وقعت في الخطية، هو أنت نافع؟ تاني وقعت في الخطية، هو أنت نافع؟ ده حرب الشيطان. الصديق يسقط في اليوم 7 مرات ويقول مالكش دعوة، أنا واثق من ربنا. فخلي بالنا إن اليأس ده والإحباط بيضيع. خلي فينا الرجاء، الرجاء. ليه رجاء؟ يقول لي ده أنت خطيتك فظيعة جدا، أقول له لكن ليه رجاء في المسيح. دم يسوع يطهر من كل خطية. يجي الشيطان يكبر قوي ويحاول يأذني، لكن خلي عندك رجع. طب الرجاء ده يجيلي ازاي بقى؟ يا جماعة رجاء يجيلي ازاي؟ عايز يبقى عندي رجع عشان ما يأس، عايز يبقى عندي كده دايما عشم كده عشان ما يأس. لأن الإنسان اللي عنده رجاء تلاقيه عنده حماس. يعني لو عندي رجاء في ربنا تبص لأي صلواتي فيها حماس، لأن إيه؟ ربنا معايا. أصوامي تلاقي الإنسان اللي عنده رجاء ده تلاقي عنده حماسة كده حلوة. فأقتني الرجاء ده إزاي عشان الشيطان ما يوقعنيش في اليأس؟ أول حاجة خلي بالك أوي، خلي بالكوا يا جماعة، أنت عارف صفات ربنا ولا ما تعرفهاش؟ تعرف صفات ربنا؟
لو ما تعرفش ولا آية في الإنجيل ما تعرفش الله محبة؟ عارف؟ طب يا عم لما الله محبة هيسيبك؟ دي صفة من صفات ربنا. تقول أصلا أنا إيه؟ ده أنا بقى عمال أتصرف تصرفات وحشة وعملت البدع ده زي ما ربنا كرهني. ربنا ما بيكرهش، ما بيعرفش يكره. ليس إنسانا. ربنا ما بيعرفش يكره. ما عندوش غير المحبة. الله مع كله محبة كده يعني. ما يعرفش يكره ربنا. ما عندوش الكراهية دي، دي مش موجودة عنده. عشان كده من ضمن صفات ربنا الحلوة دي الله محبة، دي بتشجعني قوي، بتديني رجع. مهما كنت ربنا بيحبني، إذا كان هو قال لي أنا يا بشر يا ضعيف حبوا عدائكم، ما هو بقى يعمل إيه؟ وفعلا هو على الصليب قال لي أبتا اغفر لهم. خد بقى صفات ربنا الحلوة دي. طب حد فيكم ما يعرفش ان ربنا ضابط الكل؟ ضابط الكل، كل حركه مضبوطه. تقول لي ده في موضوع فلان والموضوع الفلاني وموضوع، ربنا يا ابني ضابط الكل، ما تخافش. لا تخاف، ربنا ضابط الكل. ده كل شيء بحكمه وبدقه مرسوم، لا تخاف. وانت ابنه، فيعني ضابط الكل يعني عارف اللي يجي في الجيش يقول لك كل شيء تحت السيطره. اهو كده ربنا كده، كل حاجه تحت السيطره، ما تخافش. حد فيكم ما يعرفش ان ربنا صانع خيرات؟ ما احنا كل يوم وكل دقيقه بنشكر صانع خيرات الرحمن الله. طب لما انت عارف ربنا صانع خيرات زعلان ليه ويائس ليه؟ لما انت عارف ان ربنا كل اعماله خير، خلي بالك ربنا ما بيعملش شر. الشر يعمله الشيطان، يعمله الانسان، ورغم هذا ربنا بيحول الشر بتاعنا لايه؟ لخير، لان ربنا ما عرفش غير خير. اذا دي اول نقطه خلي بالكم منها قوي قوي قوي. افتكر صفات الله عشان تمتلئ رجاء، يبقى عندك الرجاء اللي حركك ده. كمان حاجة تانية شبيهة بدي، في حاجة اسمها وعود الله. ربنا وعدني بحاجات، لو تعرف وعود ربنا عمرك ما تيأس، عمرك. ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، ده وعد. لا تخف، ده وعد. كل وعود الله اللي وعدها لنا، وعدنا بالملكوت، وعدنا بالغفران، وعدنا وعود وعود وعود. يعني مره سمعت عزه قداسة البابا شنوده قعد يسرد شويه ايات من الكتاب المقدس عن الرجاء وعن يا سلام رائع، تحس الايه كده جميله، بس مش وقته دلوقتي. لكن اعلم ان ربنا وعوده كتيره، وتمسك بوعود الله. يعني لما يجي الشيطان كده يقول لك ده انت ما فيش فايدة منك، اقول له لا، ربنا وعدني، ربنا وعدني وقال لي انا معك كل الايام، وقال لي انا اللي هديك النصر، وقال لي انا هورثك الملكوت. خلاص، يبقى وعود الله مهم جدا. حاجة تالتة، قصص الكتاب المقدس بتدينا رجاء عجيب جدا جدا. طب ايه؟ شوف، والقصص في الكتاب المقدس قصص بسيطة، ما هيش يعني حاجات على مستوى عالي قوي يعني، لا، حاجات للناس ايه غلابة زي حالتنا كده يعني. يعني مثلا قصة ابن الضال مثلا، قصة زي اي حد فينا بيبعد عن ربنا. بس اقرا بقى القصه وشوف حضن ربنا قد ايه وبيرحب بالابن الضال ازاي. قصه زي السامريه مثلا، قصه
واحدة انحرفت شر شر شر، وتلاقي ربنا لطيف جدا معاها وبطول باله عليها لغاية ما يخلصها. شوف القصص بقى، زكى راح الشهر بقى زكى الراجل الظالم ده. ده واحد فينا يقول ده ملوش فايده، ده رايح جهنم رايح جهنم، لكن القصه بتقول غير كده في الكتاب المقدس. بتقول لك ان زكى العشار الظالم ده بقى قديس عظيم، ومتى كان عشار وبقى تلميذ وكاتب انجيل. يا سلام على الرجاء. اسرد بقى كل القصص في الكتاب. بطرس سقط وانكر المسيح، في بعد كده في اكتر من كده؟ لو قعدت تمشي بقى القصص كلها، ولا المخلع ده، ولا المولود اعمى، ولا ولا ولا. اذا كل قصص الكتاب المقدس لو تقعد بقى ايه تراجع الحكايات اللي انت خدتها طول عمرك في المدرسه لحد لغايه دلوقتي، هتلاقي رجاء ورجاء ورجاء. اذا الرجاء يملأنا ولا ميأس ابدا. ورساله المخلع النهارده ان المسيح بعد ما خلاص يعني كل يشوفوا لك خلاص بقى مش معقول بقى، يعني 38 سنة لسه فيها رجاء تاني، وخاصة عدد السنين ده بإيه بيزود الإحباط. يعني مثلا إيه لما ما حصلش حاجة السنة دي، السنة اللي بعدها يبقى يعني الإنسان يعني يحس بيأس أكتر. لو بعدها وبعدها خلاص بقى يعني ده كام سنة فاتت الحكاية. لكن هنا ربنا بيدينا رجاء ولو بعد حين، انتظارا انتظرت الرب، انتظارا انتظرت الرب. فاذا احنا هنا النهارده عايزين ناخد الرجاء ونطرد اليأس خارجا. اوعى الشيطان يقول لك تخطيطك كبيره، انت عملت مصايب كتيره، انت منكش فايده، او صاحبك فلان ده ما يعني اسف الكلمه اللي اقولها، ده مصيع ومش عارف بيعمل ايه وبيسوي ايه، ده خلاص. لا مش خلاص، مفيش يأس عندنا، ما عندناش يأس. ايا كان مقبول ومغفور ليك خطاياك. تكمله صغيره في الدقيقتين، الانسان اللي عنده رجاء ده دايما يقعد ايه يشجع. أنا عندي رجاء كده وربنا عم تلاقيني أشجع الآخرين. عشان كده في المعجزة بتاعت المخلع ديت، ربنا يسوع المسيح قال له قم قوم. أنا مخلع يعني، لا أنت تقدر تقوم، أنت تقدر تقوم. فعشان كده خلي بالك بقى، لما يكون عندك رجاء تقدر تشجع، تقول لفلان ده قوم انت تقدر. فلان ده يقول لك ده اصلا بعيد عن الكنيسه قوي، يقول له تعالى انت تقدر مفيش مشكله. كلمه انت تقدر ديت كلمه حلوه، يعني في ناس كتير فينا يحبوا يسمعوها. يعني ايه طب انا خايف من الامتحان، تخش الامتحان ما تخافش، قوم يا حبيبي، قم قم يا حبيبي ما تخافش، ده ربنا هيسندك، ده ربنا معاك. فياريت احنا برضو ناخد الحته ديت نشجع الاخرين، نقول له قوم انت تقدر، بمعونه ربنا هتقدر، وربنا مستنيك، قوم قم. اذا هو ده موضوع النهارده، كلمتين الصغيرين، اوعى تيأس، خلي عندك رجاء. الرجاء يجيلك منين؟ من صفات الله، وعود الله، قصص الكتاب. والانسان اللي عنده رجاء ده يتلاقي عنده كده ايه فرحة وسرور. ليه؟ لأن ربنا بيعمل معايا، أنا ما عنديش مشكلة، فتلاقي عندي إيه سرور وفرح، وبالتالي بقدر أشجع الآخرين وأقول له إيه قم أنت تقدر. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.